بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، تباركت اللهم وتعاليت. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورحمة ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل البهتان. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، إشارة لنبينا عليه الصلاة والسلام حريص على أن يهدي جل الإنس والجان. وبما أني رأى علامات اللي مش من النوع اللي يحبوا الهداية بل يحبوا الغواية، فهم عليه ما لا حزن. وهذه موجودة زاد كذلك في سورة الكهف، زاد في عدة سور اللي نبينا عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه أن تكون دعوته تفيد الكثير من الثقلين، لكن باتضاح أن العكس هو الذي يجري به الأمر، فكانت نفسه تؤذى إلى حد الموت. يقول ربي لعلك باخع نفسك، أي مؤذي نفسك بالحزن ألا يكون. وسبب ذلك الحزن اللي بالغت فيه حتى كاد أن يقتلك ألا يكون مؤمنين رافضين الإيمان. إذا كان رفضت الإيمان تخف بها، والسلام علينا ولا سلام لكم. نسأل الله السلامة.